ثالثا، لو قال أحد الناس البسطاء اليوم بما قاله أئمة المارق الخوارج بأن الجن قد قتل سعدا، فليس هذا القائل سيتهمه دواعش المارقة بالسحر والكهانة والردة والشرك والكفر والنفاق فيقطع رأسه؟ ولو قال بمثل هذا القول الشيعة أو الصوفية، فكيف ستكون استخفافات واستهزاءات وافتراءات مارقة الفكر التيمي عليهم؟ وكيف سيكفرونهم ويبوحون دماءهم؟ رابعا، لا تدعه حتى يبايع، هذا الذي ورد في الرواية، لا تدعه حتى يبايع، إن صح هذا المعنى، وهو قد ورد بصيغ كثيرة وقد ثبت صدوره قولا وسلوكا وموقفا، فما هو مصدر هذا التشريع في إجبار الناس على البيعة؟ هذا إجبار الناس على البيعة، من أين أتى هذا التشريع؟ فما هو مصدر هذا التشريع في إجبار الناس على البيعة؟ فهل كان في زمن الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم؟ وهل أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل كان في زمن الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم؟ وهل أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية نشوء الإسلام وهو في ضعف ويحيط به قوى معادية تفوقه قوة وعددا، حصلت أكثر من بيعة وبحضور الرسول، وكانت البيعة له صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا لم نقرأ أي شيء عن إلزام المسلمين وإجبارهم على البيعة وأن المتخلف عن البيعة يقتل. إذن أقول وفي بداية نشوء الإسلام وهو في حال الضعف ويحيط به قوى معادية تفوقه قوة وعددا، حصلت أكثر من بيعة وبحضور الرسول، وكانت البيعة له صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا لم نقرأ أي شيء عن إلزام المسلمين وإجبارهم على البيعة وأن المتخلف عن البيعة يقتل. ارشدونا إن كنا غافلين، فمن أين أتى هذا التشريع؟ فهل كان موجودا فعلا في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، أو أنه استحدث لاحقا وابتدعه آل سفيان وآل أبي سفيان وآل مروان، فصاروا ينظرون له وينظرون له، فصاروا ينظرون له ويسقطونه على الأحداث السابقة فترة الخلافة الراشدة حتى يجعلوا له مشروعية للتغيير بالناس؟